انطلاقه من هناك. روسا يحاول بغير رايه، الكره في الجهه اليسرى عرضيه، الكره داخل منطقه الجزاء، بن عربي بيسدد كره 1-0. جول الذئاب، يسجلون اول اهداف في اللقاء 1-0. ألف جيرة عند الدقيقة 36 يفتتح هدف هذا اللقاء، يسجل في مرمى وليد عبد الله. الهدف يحتسب لوليد أم يحتسب لي بن العربي؟ لكن الكرة من بدايتها جميلة كانت من جانب روسا اللي كان يحاول أن يسدد، لكن فضل التمرير في الجهة اليسرى. أحمد السمان أرسل كرة عرضية، شوف هذه الكرة، وليد عبد الله في راح حارس المرمى، وبالتالي آخر من لمست لمست حارس المرمى علي الحوسني، وبالتالي ألف جيرة يسجل هدف أول. هل سجل وليد أم سجل حارس المرمى أم يحتسب لي بن العربي؟ في النهاية الفجيرة يتقدم بهدف مقابل شيء في الدقيقة 36. في الدقيقة 36 الفجيرة بيتقدم على عجمان على البرتقالي بهدف مقابل شيء. الذئاب